العين تقدم ومضات اسريه للدكتور عوض مرضاح السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اسعد الله اوقاتكم بكل سعاده ونجاح في حياتكم عموما وحياتكم الاسريه، في برنامجكم ومضات اسريه ومضتنا اليوم هي بعنوان المنهجيه العقليه بين الربح والخساره ايش معنى هذا الكلام عاده في علاقتنا الاسريه هنالك اربع عقليات للتفكير انا راح اذكرها لكم وانت بتبدا تحكم على نفسك رب العالمين يقول بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره فكل انسان الزوج الزوجه الابناء البنات الإخوة الأخوات الأب الأم أنت أبغاك تسمع وتتأمل وفي أي مكان تضع نفسك من هذه العقليات العقلية الأولى تسمى أنا أخسر وإنت تخسر وهذه من أصعب العقليات في علاقاتنا الأسرية يخسر الطرفين هو يخسر وهي تخسر الزوجة الأب يخسر والأولاد يخسرون أنا لا أقصد عن الخسارة المالية خساره في العلاقات، في رجل في امريكا قديما حدث بينه وبين زوجته انفصال وامر القاضي بالطلاق. والقضاء الامريكي في ذلك الوقت يقضي ب 50% يعني كل الممتلكات 50% خمسين 50% بالمئة خمسين بالمئة. هذا نصف وهذا نصف. فلاحظوا ايش سوى الرجل؟ في ذاك الوقت كان عنده سياره كاديلاك تساوي الاف بل عشرات الالاف من الدولارات، هو باعها ب 62 دولار. قالوا له ليش؟ قال عشان ما تاخذ الا 31 دولار، طيب انت هي خسرت صح وانت خسرت، بعض الناس يقول علي وعلى يا سلام على اعدائي طيب هذا غلط. فالعقليه اللي هو يخسر وهي تخسر او الشخص اللي امامي يخسر هذه عقليه غير جيده خاصه في علاقتنا الاسريه، الاب الفوضوي. الغير جيد اللي اخلاقه سيئه اللي بعيد عن الاخلاق الحلوه والرعايه وايضا يفرط لا يتواصل مع زوجته بشكل جيد ولا يتواصل مع ابنائه ولا يتواصل في محيطه الاسري هو قاعد يخسر يخسر عاطفيا ويخسر ماليا ويخسر نفسيا ويخسر اسريا وايضا افراد اسرته هم قاعدين يخسرون النوع الثاني من العقليات يسمى انا اخسر وانت تكسب هذه يسمونه دور الضحيه الزوج يعنف الزوجة تقول خلاص معليش إيش أسوي الزوج يتلفظ عليها بألفاظ غير جيدة خلاص إيش أسوي الزوجة قد تكون متجبرة تجاه زوجها بس يقول إيش أسوي فالشخص الآخر هو قاعد هو يخسر والطرف الآخر اللي يكسب طيب يعني إذا غلطت علي زوجتي أو غلط علي زوجتي أسيبه لا لازم يكون في حوار يكون في نقاش يكون في حل يكون في اهتمام بهذا الموضوع اما انه انا اخسر، بعض الناس يقول خليك كالشمعه تحرق نفسها لتضيء لغيرها، ليش؟ ليش احرق نفسي انا عشان اضيء للناس؟ وانما الصواب كن كالسراج يضيء لنفسه ويضيء للاخرين. العقليه الثالثه يقول لك انا اكسب وانت تخسر، زوج يحقق امنياته ياكل، يشرب، يلبس، يسافر، يستمتع. طيب والزوجه؟ ولا شيء، طيب واولادك؟ ولا شيء، ابنائك وبناتك؟ ولا شيء. هو فقط يسعى للذته سواء المحرمة أو الحلال ولا يفكر في الآخرين فهو قاعد يكسب 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 ولكن بالمقابل يجعل الآخرين يخسرون. العقلية الرابعة هي أنا أكسب وأنت تكسب أنا أكسب كزوج أكسب الحب. وخلي زوجتي تكسب الحب أكسب المال وأخلي أفراد أسرتي يكسبون المال. أكسب الثقافة والمعرفة. واجعل افراد اسرتي يكسبون الثقافه والمعرفه، اكسب العلاقات الاجتماعيه الرائعه الحلوه واجعل افراد اسرتي ايضا يكسبون العلاقات الاجتماعيه الرائعه، هذه العقليه الرائعه الحلوه اللي تخلي الازواج والزوجات وافراد الاسره باكملها يعيشوا بالعقليه اللي تسمى العقليه الربحيه وهي انه انا اكسب وانت ايضا تكسب. طبعا في شيء اجمل يسمونها العقليه ثلاثيه الابعاد. ايش فكره هذه العقليه؟ انا اكسب وانت تكسب اي افراد الاسره والمجتمع يكسب يا سلام. تصور لما انا كشخص زوج او زوجه اب او ام انا اكسب اكسب المعلومه وانت تكسب كسبوا المعلومه ابنائي وبناتي ونشروا المعلومه ايضا المجتمع بدا يكسب. انا لما كسبت الخير وسويت وجبه طعام للفقراء او توزيع بعض الاشياء الاحتياجات اللي يحتاجونها الفقراء فانا كسبت. وايضا ابنائي وافراد اسرتي كسبوا والمجتمع ايضا كسب. لما انا اصلي وافراد اسرتي يصلون ويحثون الاخرين على الصلاه الكل يكسب. اذا العقليه الربحيه انا اكسب وانت تكسب. والمجتمع يكسب. ان شاء الله تكونوا جميعا افراد اسره تكسبون الخير وتنشرون الخير في المشارق والمغارب. اتمنى لكم النجاح واترككم في حفظ الله ورعايته. مع تحيات العين العالميه، زوروا موقعنا على الانترنت العين.com.